واليوم مع تغير الفصول قد ايه بنسمع عن امراض بتصيب العين، ممكن ترافقها حكه او حتى حرقه نتيجه التحسس من عوامل تبدل الفصول. اكيد يعني مشاكل صحيه والتهابات فعلا بتصيب بالأمراض العين مختلفة اكيد، ويمكن الاعراض بتختلف من الشخص للثاني، لكن بعض الناس بيقولوا انه ممكن هذا الشيء يكون عادي موسم تحسسي، لكن اذا شفنا الموضوع للمدى البعيد رح نعرف انه ممكن يكون في مشكله ومؤشر لمرض معين، فكتير مهم العناية بصحة العين وما نهمل أي عارض اليوم مهما كان بسيط. مشاهدينا بأولى فقراتنا الطبية لليوم رح نحكي عن التهاب الملتحمة، نفرق بينه بين التحسسي والفيروسي، الأسباب والأعراض وطرق العلاج مع ضيفتنا يلي صارت ضمن الاستوديو الدكتورة سوسن أحمد اختصاصية بأمراض العين. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتورة. اليوم مثل ما قلنا تبدل الفصول وشو بيحمل معه يمكن من تغيرات وتبدلات بتطرق على جسم الإنسان، منها العين اللي هي يمكن أكثر عضو حساس بالجسم، فخلينا نعرف شو أغلب وأشيع الأمراض التحسسية اللي ممكن تصيب العين قبل ما نفوت بالتفاصيل. هلا هو التهاب الملتحمة بشكل عام أعراضه تقريبا مشتركة مع اختلاف الأسباب أو المسببات. هلا التهاب الملتحمة التحسسي أنواع، في عنا التهاب ملتحمة موسمي له علاقة بالموسم وحتى بالمناطق والجغرافيا، فهذا أكثر أسبابه هي غبار الطلع، يعني حبوب اللقاح بنسميها أو غبار الطلع، وهذا تقريبا بيكون أعراضه بين الخريف وبين الربيع، يعني ممكن تمتد، يعني هو ببلش بالخريف يمتد شوي للشتاء، وممكن يبلش بالربيع ويمتد شوي للصيف، وهو ممكن يتشارك حتى مع أعراض تانية مثل بالبرد بالمناطق الشتاء بارد بصير سيلان أنفد ومع حرقة بالعين، ونفس الشيء ممكن يمتد للصيف. النوع الثاني الدائم اللي هو سببه أكثر أسبابه أنه التعرض للعوامل المحسسة، أكثر شيء هي غبار المنازل أو اسمه حمى العث. هي الحمى العث هي حشرات بتعيش بالبيت، بتفضل الأماكن اللي فيها وبر مثل أساس المنازل، مثل السداج، مثل التخت الفراش، البطانيات والأغطية، وبتحب المناطق الحارة والرطبة، وهي ممكن أنها كمان تعمل التهاب، يعني تعمل أعراض تحسسية بالنسبة للشخص. في منه تماسية بسموه التهاب ملتحمة تحسسي والتهاب جلد حتى بيرافقه، مثل مثلا العدسات اللاصقة، مثل مثلا التماس مع عوامل محسسة مثل مثلا فرو الحيوانات أو شيء اللي إذا أنا بزور مكان، هلأ إذا أنا عم ربيه فصار اسمه دائم، أما إذا أنا عم زور حدا عنده حيوان أليف وأنا بتحسس فممكن أتعرض لهالشيء. في منه اللي بنسميه نحن يعني بالخلايا العرطلة أو شيء اللي له علاقة كمان بالعدسات اللاصقة وعدم العناية الجيدة، يعني عدم الوعي باستخدام العدسات اللاصقة أو حتى عدم استخدام أنواع محاليل جيدة، هي كلياتها ممكن تسبب لنا التهاب ملتحمة تحسسي، أو ممكن أدوية أو مستحضرات التجميل، أو يعني الحقيقة هو التهاب التحسس مشكلة حقيقية، هي عرض السهل الممتنع بنسميه، إذا نعرف السبب فمنتجنبه بيكون كتير مليح، وإذا ما نعرف مشكلة حقيقية. تمام دكتورة، بعد ما تعرفنا من حضرتك عن التهاب الملتحمة التحسسي وذكرتي نقاط جدا مهمة، من أبسط الأشياء بالبيت ممكن فعلا تأثر اليوم على صحة العين، طيب خلينا نوضح أكثر للمشاهدين شو الفرق اليوم بينه وبين التهاب الملتحمة الفيروسي الروسي الجرثومي، خلينا نوضح الأعراض بيناتهم. هلأ هي الملتحمة هي الجزء اللي بيفرش سطح العين، ببطن كل العين، المنطقة البيضاء لحتى نمتد لباطن الأجفان، فهي الجزء كتير شفاف بيكون ورقيق، فهي الأعراض بالنسبة بين الالتهاب الملتحمي التحسسي والفيروسي ما كتير في فروقات، اثنيناتهم بيترافقوا باحتقان، احمرار العين، حكة، دماع، مفرزات مائية أو مخاطية. هلا الفرق بيناتهم ما كتير فينا نعتبره فرق، على فكره اي واحد منهم ممكن يؤدي للثاني، يعني بمعنى هلا الفيروسي اجمالا بيرافق نزلات البرد، يعني بعد قريب او كذا ممكن ينتقل ويعطينا التهاب على مستوى الملتحمه ويعطي مفرزات مائيه ومخاطيه، يقعد 4 لـ5 أيام وحتى بدون معالجه ممكن يروح. ممكن لا يكون بالعكس نتيجة الالتهاب الملتحمي التحسسي نتيجة الحكة وإيدينا ما ننظيفة ننتقل لالتهاب الملتحمي الفيروسي، فالحقيقة هو ما كتير في يعني
يعني خلينا نقول حد كبير فاصل، بس التحسسي مثل ما حكينا ممكن يكون موسمي فصلي عم يتكرر. الفيروسي له علاقة بنزلات البرد، بصيب الأطفال شوي أكثر من الكبار، ما شرط يكون دائم، ما شرط يكون متكرر سنويا. هذا الفروقات بيناتهم. بالنسبة للمعالجة هي شوي فروقات اختصاصية بتخصنا، بس إنه ممكن يعني إجمالا الفيروسي ممكن يكون ألطف من التحسسي. دكتورة خلينا ندخل دغري بطرق العلاج، خاصة لما نحن نعرف هي الأسباب مثل ما قلتي اللي ممكن تختلف من شخص لآخر، وبالتالي طريقة العلاج كمان فهي بتختلف. بالنسبة لالتهاب الملتحمة التحسسي يعني هو أهم درهم وقاية خير من قنطار علاج، فأهم شيء إذا بنقدر نعمل وقاية. وأول مرحلة بالوقاية هو أني نعرف شو العامل المحسس ونتجنبه، هي شغلة صعبة كتير كتير، بس هي أهم شيء. هلأ العلاج ممكن تكون علاجات بسيطة ومنزلية، مثلا كمادات دافية على العين بتساعد خصوصي للأطفال، بتهدي كتير الملتحمة وبتهدي العين. كمادات مي دافية مغلية ومفترة مشان تكون المي عقيمة، بالقطنة مثلا هيك بنحط شوي بنحط على العين بيساعد. ممكن نقدر نجيبها من الصيدلية، يعني يقدروا يجيبوا أطرات مرطبة أو أطرات مضادات تحسس بسيطة من الصيدلية. الحالات الأقوى واللي بتستدعي يعني مراجعة الطبيب، نحن عادة بنتجنب كتير الكورتيزون، لأنه الكورتيزون معروف الدواء السحري لعلاج التهاب الملتحمي التحسسي، وهو فعلا بيروح الأعراض بسرعة، بس مشكلته أنه هو ممكن المريض يتعود عليه ويصير يجيبه من الصيدلية بشكل دوري وله مشاكله طبعا. فمنبلش بقطرات مضادات تحسس، في قطرات وقائية منشارك مضادات التحسس السريعة اللي بتعطينا مفعول خلال 10 أيام مع الوقائية اللي بتحتاج 20 يوم لتبلش تشتغل، وبنطلب من المريض يستخدم الوقائية قبل شهر من بداية الموسم المحسس له، لأنه هي بتحتاج 20 يوم لتشتغل وما يعملها، يضل مستمر باستخدامها، هي بتساعده كتير. بالإضافة لمرطبات العين، قطرات المرطبة للعين خصوصي اللي بيستخدموا الأجهزة الإلكترونية واللابتوب والموبايل فترة طويلة. تمام. طيب خلينا نحكي عن الفئة الحساسة من الأطفال، الروضة اليوم، كيف ممكن الأم تنتبه في حال كان وجود مشكلة بالتهاب الملتحمة عند طفلة؟ هلا ما كتير الحقيقة الفرق واسع بين الكبار والبالغين بالنسبة لالتهاب الملتحمة التحسسي، لأنه الآلية التحسسية نفسها، آلية العلاج نفسها ممكن آلية العلاج عند الكبار ممكن نتجرأ بالكورتيزونات. تمام. أو نعطي الحب بالطريق العام أكثر. والفرق الأهم إنه فيك تاخدي قصة مرضية، الكبير فيك تاخدي وتعطي معه وتفهمي شو الأسباب. بالنسبة للرضع، الرضيع كتير صعب نعرف، بنقدر من الأم شوي، لأنه كمان الرضيع اختلاطه الخارجي أقل، فهو يفترض أقل عرضة للتحسس، فبنحصر القصة بالمنزل أكثر، وجود حيوان وننبهها أنها تنظف الأغطية، تنفضها، تشمسها، تمسح بعد، تستخدم الهوفر المكنسة الكهربائية لشفط الغبرة، وبعد منها تستخدم خرقة مبلولة، أنه المكيفات أنها تكون فيها فلترة مشان تساعد أكثر على تصفية الهواء. ممكن تكون هي عم تحط مستحضرات تجميل او عطور معينه انه تتجنب وقت اللي بدها ترضع ابنها او شيء، تمسح الثدي بشكل جيد، تستخدم ممكن كريمات، تفكر انه خصوصي بالبدايه اول فتره الرضاعه بصير تشققات بحلمه الثدي، وممكن يستخدموا كريمات معينه انها تغسلها منيح. نوع الصابون اللي بغسل فيه له دور، اذا فيها تغسلها بمي دافيه فتره اخر شيء تمسحها، هذا بيساعد اكثر. فالاطفال يعني الاطفال والبالغين ما كثير فرق. بالنسبه للاطفال الاكبر سن مثلا خصوصي هلا بالصيف المسابح، انه يكون المسبح اللي يروح عليه مفلتر بشكل جيد، تكون ما يكون فيه كلور كتير، يعني في نوع انواع من تعقيم المسابح الاوزون افضل من الكلور. ميه الكلور هي كتير مؤذيه للعين بس ضروريه لعقامه المسبح، فاذا فيهم يستخدموا نظارات السباحه فهي بتوقي كتير كتير. إذا فيني أحكي بالوقاية بشكل عام، فوت على الوقاية أكثر. أو الوقاية هي مثلا أنه نحن اللي عنده موسمي له علاقة بغبار الطلع يتجنب يطلع بفترات الصباح الأولى وفترات المساء عند المغرب اللي بينطلق فيها غبار الطلع، يسكروا الشبابيك إذا كان في هواء، بيصير هواء ربيعي وهواء خريفي نحن بنحبه بس هو ممكن يحمل مشكلة، يحطوا نظارات شمسية لما يطلعوا لبرا، في التزام هالأدبي الأطفال مشكلة. تمام. الحقيقة لهيك فترات الذروة إذا هو الطفل الحقيقة هو المشكلة، لأنه الخصوصي اللي عنده رمد ربيعي
الطبيعي وحركة العين عند الأطفال بالذات، حركة الحكة هي الحركة الميكانيكية، ممكن تطور مشاكل بالقرنية ومشاكل مهمة كتير. إنه يراجعوا أكيد الطبيب عند أي شكايات مهمة مثل الألام، تدني القدرة البصرية، تورم الأجفان، هي كلها أعراض مهمة إنه يراجعوا الطبيب فيها. دكتورة، للأسف اليوم يمكن أغلب طرق العلاج عم بتكون إما عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو نصيحة من الجارة ومن القريبة ومن حدا يمكن مر بنفس التجربة، بدون ما ننتبه إنه يمكن طرق المرض بتختلف من شخص لآخر، وأيضا العلاج بيختلف. بعض الأشخاص بيستخدموا يمكن كمادات إن كانت شاي أو حتى بابونج أو حتى ماسكات معينة، فخلينا نعرف شو صحة هي الكمادات، شو هي الكمادات المنزلية اللي فعلا تنصحي فيها كإسعاف أولي قبل ما نتوجه للطبيب؟ هلأ نحن مثلا كأطباء عيون في بعض أنواع التهابات الأجفان ننصح فيها بكمادات الشاي الفاتر، قد يكون مريض راجع طبيب العينية نصح ويعتبر كمادات الشاي نستفاد من حمض العفص بهالحالة الالتهابية. بس أنا ما كتير بنصح بالأعشاب والكمادات البابونج وهدول، لأنه أصلا ممكن يكون في تحسس للمادة اللي مستخدمة. هلأ إذا بتضمني أنت تحطي الكمادة وما يكون عندك التهاب جلد تماسي وما يفوت شيء لجوا العين ماشي الحال، بس الأأمن والأفضل هو كمادات الدافية، المي، يعني بنغلي المي بنفترها وبنحطها على العين. أما أي شيء تاني الحقيقة أنا بفضل أنه نتجنبه بدون استشارة طبية. ممكن يعمل آثار جانبية عكسية؟ إيه طبعاً طبعاً، في مواد ممكن تكون سامة للقرنية، يعني ممكن توصل لالتهاب قرنية كيميائي وممكن فعلاً تكون لها مشكلة دائمة تترك أثر ندبة وما غير قابلة للمعالجة. فيكون كتير حذر الشخص، على الأقل إذا هو مقتنع كتير، مع أني ما بنصحه، على الأقل ما تكون كتير القطع القماش اللي بده يحطها على أول شيء ما يقطر بقلب العين. في أمهات لنرجع للرضع بيفكروا نقطة حليب بقلب العين بتساعد الطفل كتير، وهي كارثة جداً نسمع. هي كتير مهمة، كارثة. الحليب ما حدا يحطه، الحليب بيفيد الطفل من جوا ما بيفيده من برا ابدا، لا على الوش ولا جوا العين. بشره الطفل الرضيع بالذات وعينه كتير 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 حساسه، يعني كل ما خففنا حتى نحن بعلاجاتنا بنتجنب قد ما فينا، لانه الاطراد كمان مواد كيميائيه وفيها مواد حافظه، فكتير بنكون حذرين وبنفضل اصلا باقل دوز ممكن وباقل عدد ممكن من الاطراد انه نوصل للنتيجه. فاكيد نحن يفترض نكون كتير يعني بمعنى مدروسين دارسين القصة أكثر بالكمال. يعني فعلا أخطاء شائعة كثيرة عم نشوفها، إن كانت عم تروج من وسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي، أو فعلا ممكن من الأرض الواقع. طيب خلينا نحكي اليوم، كثير من الأشخاص بتلاقيهم لما يفيقوا الصبح بيصير عندهم احمرار، بيصير عندهم حكة نوعا ما، حرارة، بيقولوا لك إنه يمكن من السهر من التعب. طيب أنا كيف بدي أعرف إذا هذا الشيء طبيعي أم لا، أنا هذا الأمر بيستدعي إنه أنا أروح لعند الطبيب؟ هلأ ممكن الشخص يبلش بعلاجات مثل ما قلت، يعني آمنة، اللي هي القطرة المرطبة للعين. ترطيب العين مهم كتير، نحن بلادنا فيها شمس، فيها غبرة، حرارة عالية، في تبدل طقوس كتير ومفاجئة، ننتقل فجأة من الحر للبرد، من البرد للحر، ما عندنا كتير فصول انتقالية. ببلش أو بنستخدم ميك اب، ممكن تنامي ما تنسي تمسحي الميك اب، ممكن فببلشي بالقطرات المرطبة، تعملي أمور وقائية، إنه أنا انتبه نوع المغذيات، نوع الكريمات ما تكون معطرة، إذا أنا طبيعتي تحسسية استخدم شيء خاص للعين المحسسة، إذا أنا بحط عدسات لاصقة ما نام بالعدسات، كلها بلش أنا أعمل أشياء يعني صحية أكثر، واستخدم قطرات مرطبة. خصوصي الجفاف أصعب شيء أول ما يفيق الشخص من النوم، لأنه نحن حركة الرفيف تبع العين هي اللي بتساعد بترطيب العين، أنا نايمة كل الليل فبيكون جافة. ممكن يستخدم قطرات أبسط، يعني أنتي هستامين أو شيء بسيط. هلأ هو إذا عم يفيق الصبح عين أجفان ورمانة، مفرزات كتير قوية مسكرة العين، هون بتستدعي مراجعة الطبيب فورا. إذا عم يفيق بألم عيني مراجعة الطبيب فورا، إذا عم تأثر على القدرة البصرية كمان بدها مراجعة الطبيب فورا. بالأعراض البسيطة ممكن يبلش بالمعالجات، كمادات الشاي المي الفاترة، شوية أطرات مرطبة والوقاية البسيطة. دكتورة
يعني من الاخطاء الشائعه اللي بنشوفها للاسف عند اغلب الصبايا، البعض منهم ممكن للاسف ينام بالميك اب ويفيق ثاني يوم بهي الحاله، البعض الاخر ممكن يصير في تبادل بعمليات مستحضرات التجميل بدون ما ننتبه انه بعض العين ممكن تكون حساسه او حتى ممكن تكون ادوات تجميل ملوثه، فخلينا نركز على هي النقطه وقد ايه السيده اليوم ما لازم تهمل هذا الموضوع وتكون حذره كثير خاصه باستعمال مستحضرات التجميل. الحقيقه فرح انت كثير ضويتي على فكره مهمه ويوميه الحقيقه هي حياتي ويوميه، انه المستحضرات التجميل ممكن اللي بتناسبك ما تناسبني، اللي بتناسب هايدي ما تناسبني انا، ومو شرط الماركات على فكره، يعني ممكن تاخذي من ماركه عالميه ومشهوره واصليه تجيبيها من المتجر نفسه بالبلد المنشا وممكن فعلا تتحسس الادوات الادوات والريشه. نحن بطبيعتنا في شيء اسمه بنسميها الفلورا الجرثوميه الخاصه فينا، اللي هي جراثيم ضروريه لجسمنا، كيف عم بحكي عن العس اللي هو بينظف الجلد، بيطلع على سطح بشرتنا وبينظف الجلد الميت، فهو مفيد لنا ما نضار، فممكن يكون المفرزات تبعته تحسسنا. في شيء اسمه الفلورا الخاصة فينا اللي هي بتخص كل شخص لحاله، بصمة العين يعني بصمة الإيد نفس الشيء، فممكن يكون أنت المستحضر المناسب إليك أنا ما يناسبني وإنقلك الفلورا ويعمل التهابات، والالتهابات المتحمة التحسسي برجع وبقول السهل الممتنع اللي هو عرض شوية حكة وحرقة وخلص، أنا بحط قطرة أنتي هستامين أو مضاد تحسس وبيمشي الحال، ممكن توصل لتعمل ندبات وقرحات بالقرنية وتعمل تدني قدرة بصرية دائم غير قابل للمعالجة. فالفكرة الالتية كتير مهمة، صحيح. أول شيء ما ننام بالمستحضر، نمسحه منيح قبل ما ننام، والشغلة الثانية أنه ما نتبادل المستحضرات التجميل والأدوات مثل ما تفضلتي الريشة والمسكرة وهي الأساس. تمام. يمكن كمان دكتورة أحيانا نشوف أنه العلاج ممكن هو يودينا لمشكلة مرضية، بتلاحظي اليوم كتير من الصبايا الشائع بيكونوا لاجئين لحتى تكون عينهم بيضة، بيلجأوا لقطرات معينة لأساليب علاجية، هذا الشيء قد ايه ممكن اليوم يسبب التهاب بالملتحمة؟ الحقيقة هي القطرات اللي بتبيض العين هي قطرات بتنشف العين، يعني لحتى تبيض العين بدها تنشف كتير بتجفف، وبنفس الوقت هي القطرات تكرارها الدائم بعدين بتوصل إلى مرحلة عكسية بتصير تحمر العين منها، فهي القطرات إذا نشفت العين إذا جف سطح القرنية والملتحمة حتى في خطورة أنه يصير عندنا ندبات بهدول، هو غشاء كتير رقيق وحساس جدا يعني ما نو يعني هو أبسط قصة من الجلد، فأنت عم تخرشي العين بشكل دوري ويومي مع مستحضرات التجميل مع عوامل الجو الخارجية، ففعلا مثل ما تفضلتي ممكن أنها هي توصل لمرحلة يعني نوصل لمرحلة غير عكوسة بالأذية العينية وتأثر على القدرة البصرية وعلى حياتنا اليومية، فهي الحقيقة جميلة لأنها بتبيض العين. لا نحن نمسح المكياج، نستخدم مكياج مناسب، هي أكثر أسباب اللي وبالصيف بلا كل المكياج ويعني هو الحقيقة نحن الصبايا أنتم حلوين ما بتكون مكياج بس دكتورة بس ضرورة لازم نحن ننوه على هذا الموضوع طبعا. لأنه للأسف مثل ما قلنا منتشر كثير بين الصبايا ويمكن في شوية قلة وعي خلينا نقول مو عند الكل بهذا الموضوع، ومنفكر أوقات أن تبادل المكياج هو شيء عادي طبعا. وصحي، ولكن للأسف هو موضوع خلينا نحط تحته خط أحمر ونستعمله بدقة كتير كبيرة. دكتورة كل الشكر لك وعلى كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، ويا رب الصحة والسلامة للكل. أكيد نشكرك دكتورة سوسن أحمد اختصاصية بأمراض العين، وأكيد نتمنى من كل الصبايا اللي عم يتابعونا يلتزموا بالإجراءات الوقائية اللي قدمتي لنا إياها حضرتك. شكرا لك. شكرا لك.